إذن ينضم إلي من العاصمة الروسية موسكو الزميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين أهلا بك في هذه الجولة. هذه جولة جديدة من المفاوضات أو ما بات يسمى بالحوار الوطني الفلسطيني تجرى هذه المرة في العاصمة الروسية موسكو. ما مساحة التدخل الروسي لتقريب وجهات النظر بين الوفود المشاركة؟ نعم همام، تلبية لدعوة وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، يلتقي غدا عدد من الفصائل الفلسطينية في العاصمة موسكو، وذلك من أجل مناقشة الوضع الداخلي الفلسطيني. فروسيا تؤكد على أنه لا بد من حل الانقسامات والخلافات بين الفصائل الفلسطينية في البداية، ومن ثم يمكن الحديث عن إمكانية إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، أو ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. بطبيعة الحال روسيا كغيرها من الدول تبحث عن مصالح، إن كانت جيوسياسية أو إن كانت مصالح ومكاسب اقتصادية. فالدول حسب الخبراء الروس ليست جمعيات خيرية، إنما التدخل الروسي، ولماذا في التوقيت الحالي؟ فلروسيا علاقات طويلة الأمد مع الجانب الفلسطيني، وهذا ما تعبر عنه القيادة الفلسطينية وأيضا القيادة الروسية. ويجب أيضا أن ننوه همام إلى أن روسيا الآن في حالة صراع مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أي خطوة يمكن لروسيا أن تتخذها ضد الجانب الأمريكي فروسيا لا تفوت هذه الخطوة أو هذا المسار. روسيا تحمل الإدارة الأمريكية ما يحصل في الشرق الأوسط، وتتهم روسيا الإدارة الأمريكية بأنها هي المسؤولة عن هذا الصراع وهذا التوتر، وتؤكد على أن فشل الإدارة الأمريكية في حل الأزمات وأيضا في إقامة الدولة الفلسطينية هو أوصل ما هو عليه الوضع الآن في الأراضي الفلسطينية. بطبيعة الحال غدا الاجتماع سيتم مناقشة إعادة إعمار قطاع غزة، أيضا سيناقش الإمكانية إن إقامة حكومة تجمع جميع الفصائل الفلسطينية، وأيضا الجانب الروسي سيطرح وجهة نظره في إمكانية إنشاء أو إقامة مثل هذه الحكومة، وأيضا روسيا ستحاول على لعب دور الوساطة لحل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى أن روسيا يمكن أن تكون من بين أحد الدول الضامنين لأي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة أيضا إلى أن روسيا أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة إدخال الدول العربية، ولا سيما عدد من الدول العربية في أي خطوة أو أي خطة أو أي اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار الدائم في الأراضي الفلسطينية، لأن حسب وجهة النظر الروسية الدول العربية هي الأكثر جدارة في حل مثل هذه الأزمات وخاصة الأزمة الفلسطينية. شكرا جزيلا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الروسية موسكو، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.